ويلا ناخد اول نتيجة من لجنة فرعية 13 تاني عامرية الاسكندرية المستشار مصطفى عامر. مساء الخير سيادة المستشار. مساء النور استاذ خيري. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. حضرتك تم الفرز خلاص في اللجنة؟ تم الفرز وانتهينا منه نعم. الحمد لله تمام. الحمد لله مبروك يا فندم. ممكن نعرف الارقام؟ الاجمالي عدد اللجنة كاصوات الناخبين 4607. ايوه. من ادل بصوتهم 1015. الصحيح؟ الصحيح 979. والباطل؟ 36. المرشح عبد الفتاح السيسي 956 صوت. 956 صوت. الاستاذ حمدين صباحي 23 صوت. 23 صوت. كده النتيجة أعلنت. حضرتك تم الفرز في وجود مراقبين ووجود ممثلين للمرشحين. تم تسليم المندوب صباحي صورة من النتيجة، وتم تسليم المندوب عبد الفتاح السيسي صورة من النتيجة. تمام. بشكر حضرتك جدا سيادة المستشار، بنشكركم على جهودكم.